صباح الخير البنات، جسبر راكم كاع ملاح. مرحبا بكم الى هذا العدد الجديد والكيفيه جديده ان شاء الله، تكمله في سلسله ضمن الكيفيات التقليديه. اليوم راح نديرو الخشخاش، كل واحد كيفاه يقولو دونك حسب مناطق الجزائر. انا حنا عندنا نقولو اخشخاش. دونك لتحضير هذا الخشخاش نبدا مباشره على بركه الله بالمقادير. عندنا 3 كيلات تاع فارينة. انا كيلت بهذا الكاس الصغير البنات، ما حبيتش ندير كميه كبيره. نتوما ولا حبيتو ديروا كميات كبيره دونك خيروا كيله اكبر من هذه البنات دونك حسب الرغبه. درت 3 كيلات دونك تاع الفارينة، نص كيله مزيج بين الزبده والزيت، هذا اختياري. تقدروا ديروا نصف كيلو كاع زيت، بصح لازم ديروا لها ديروا له عفوا بيضه. انا ش بريفير ندير البور. بوركو البنات؟ البور يعطي له لون شباب للخشخاش تاعنا، ويقدر يطول، نقدر نقاديوه بزاف الوقت، بصح كي نديروا له بيضه ما يطولش البنات. على بالكم دونك البيض سي فراجيل سي سنسيبل، لازم ناكلوه ما نبطوش عليه البنات. دونك بسم الله. دونك عندي كما قلت لكم عندي قريصه ملح، هاوليك راح ندير قرصه ملح. عندي ساشي فاني سكر فاني باردون، نتوما ديروا دونك ملعقه صغيره تاع لافاني البنات. وراح عفوا راح دونك ندير هذا الزيت في الوسط، مزيج بين الزبده دونك كما قلت لكم والزيت. اوب، ونعمر الكيله تاعي نفس الكيله بالماء، ماء عادي البنات، ماء تاع الحنفيه. هذا وين عمرته بنفس الكيله، عمرتها من الحنفيه البنات، ماء تاع الروبيني. هنايا ناخذ برك البنات، تيفو فيغ اتونسيون الخميره، ما بالك ديروا بزاف تقولوا له كي نديروا الخميره راح يخرج مليح راح يتنفخ. لا لا البنات، او كونترير راح يخسر لكم. دونك الخميره ما راحش تكثروا. شوفوا البنات دونك تعمدت باش نوري لكم. شوفوا البنات على راس مغرف صغيره تاع خميره، شويه برك تاع الخميره، بالك وبالك تكثروا البنات من الخميره. هذا هما المقادير البنات، خفيف وظريف كيما نعاود لكم عاودتكم البنات عفوا. دونك واش نديرو؟ دونك نبداو في الخشخاش تاعنا. دونك راح نلمو، راح نخلطو كاع المكونات تاعنا. دونك 3 كيلات فارينه، نص كيله دونك مزيج بين دونك الزيت والزبده ولا مارغرين، كل واحد واش عندها. قرصه ملح على راس مغرف صغيره تاع دونك خميره كيميائيه، وساشي تاع سكر فاني، انتم ديروا ملعقه صغيره تاع لافاني، يعطي لها دونك رائحه مليحه. لافاني سي توجور تمد ريحه مليحه. دونك البنات ولا حبيتو دونك تلموا العجينه تاعكم بمزيج بين الماء وماء الزهر، تقدروا ديروه. انا ما راحش ندير، دونك راح ندير ديريكتومون بماء عادي، هذه اختياري كما تحبوا البنات. دونك هذا الكيفيه زمان كانوا يديروها بكثره، والعرايس كي يتزوجوا كانوا يديروا هذا الخشخاش باش يديوه كي يروحوا لديارهم بيان سور. كيفيه فرانشمون لذيذه، ناكلوها دونك بفنجان تاي، انا نحبها نموت عليها. وتقدروا نحتفظوا بها لي دونك لي مده طويله برك، بشرط واحد ما لازمش نعسلو. هذا كاع الاشياء راح نشرحه لكم ومن بعد البنات يبا تسوسي. دونك كما قلت لكم واحد ما لازمش ينسى الكيفيه التقليديه تاعنا المليحه والشابه و رائعة، واش شابة مذاقا وشكلا ايضا البنات. هذا الخشخاش الخشخاش عفوا الطياب تاعو يكون سبيسيال على بها. دونك قلت له والله البنات راح ندير لكم دونك دوزيام بارتي لهذا لاروسيت باش تشوفوه اون ديريكت كيفاش نطيبو الخشخاش تاعنا، باسكو كاين بزاف البنات يلقاو لي ديفيكولتي باش يطيبو الخشخاش البنات. هنايا دونك كما تشوفوا دخلت مليح الفارينه مع الزبده والزيت تاعي، كما تشوفوا درت هذه العمليه بيدي. هنايا نبدو على بركه الله نديرو في الماء باش نلمو العجينه تاعنا.
دوك البنات اطونسيون الماء ما تكثروا ما تكثروش، ما لازمش تجي العجينه تاعنا عفوا فريمون رقيقه ولا كيف هي نقولوا، ما لازمش تجي خفيفه بزاف خاطر نزيد نخليوها تستعفن باس روبوزي لا بات سينو سا بايتر احدور سينو سا با سينو سا با دوني اوتر شوز ما راحش تعطينا الخشخاش. دونك سي بور سا الماء البنات ديرو بشويه وشوفوا. دونك نديرو ونشوف ندير ونشوف ما نكثرش فو فيغ اتونسيون كيما نقول لكم البنات. للمبتدئات ننصحكم باش ديروا كميات صغيره، كي تشوفوا بلي خلاص تعلمتوا تقدروا ديروا كميات كبيره. دونك توجو توجو البنات ديروا كميات صغيره تشوفوا ومن بعد تقدروا ديروا كميات كبيره بوغ ايفيتي دونك بوغ ايفيتي دي كاتاستروف. ايماجين ديروا كيلو الفارينه وديروا ان كاتاستروف دونك راح انا الكاسبياج جيم با البنات. سي بور سا راني ننصح لكم ننصحكم باش ديروا كميات صغيره. اب كيما وريت لكم فنجان اتاي صغير ويعطيكم محبات يعطي واحد 16 حبه البنات. دونك تقهوا بها قهوه العصر ولا قهوه الصباح وسيرتو كرانا رانا مقبلين على الويكاند جينيرالمون الويكاند واحد كي نكونو انصامبل اون فامي نحبو دونك نقعدو هكذاك نتلمو انصامبل. دونك على كاس تاي ولا كيس قهوه عفوا على ولا كاس قهوه مع حبيبه جاتو تاع زمان باش نتفكروا ايام زمان. يا الله 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 البنات اب كيما شفتوا البنات اوب. دونك هاوليك الحاجينه تاعي تلمت كيما نقول لكم كي تخدموا لازم السلادي تاعكم ولا البول تاعكم اللي تخدموا فيه لازم يكون نقي البنات. هذه دونك قاعده من قواعد الكوزينه البنات. ميم لي غران شيف على شان مونديال كي يخدموا البلون طرافاي تاعهم توجور نقي. دونك لازم اوب نحيو كاع الفائض تاع الفرينه ما لازمش دونك نخليو دونك الفرينه اوب. دونك راح نمسح كاع لي كوتي تاع السلادي تاعي اوب كيما تشوفوا ما راحش نعجنها البنات راني برك نجمع في راني جمع راك برك نجمع في العجينه تاعي. شفتوا البنات القوام تاعها ما لازمش يكون خفيف 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 سينو راح تصعبنا دونك عمليه الخشخاش كي نديرو الخشخاشات تاعنا. دونك اب هاوليك العجينه تاعنا البنات. دونك الكيله تاع الماء البنات انا درتها كامل شوفوا واش بقى واش بقى لي من الكيله تاع الماء. بصح يفو فيغ اتونسيون البنات ما تخوضوهاش قاعده باسكو كل واحد والفرينه تاعو وكل واحد والزبده تاعو. دونك عينكم ميزانكم كيما نقول لكم. دونك في الماء يفو فيغ اتونسيون. دونك شفتوا انا الفرينه تاعي دات لي دونك كاع الكيله تاع الماء نتوما بالك تدي كاع الكيله بالك بالناقص بالك تزيد وسا ديبو نوعيه الفرينه دونك البنات حتى تعطينا هذا العجينه هذا قوام من العجينه. واش نديرو في هذه المرحله البنات دونك راح نقطع عفوا راح نقطع لاباط تاعي دونك على حبيبات اوب وحده حبيبات صغار البنات باش تسهلكم العمليه اللاحقه ان شاء الله. انا اوب كيما شفتوا او درت 6 كريات متوسطه الحجم البنات. هاوليك الكره الاولى الكره الثانيه اوب ولا حبيتو حجم الحبه تاع الخشخاش تاعكم تكون كبيره ديروا كريات كبيره انا نحبو صغير هكذا كي واحد يحكم حبه خشخاش تجي سهل باش ياكلها البنات. دونك نتوما لكم الاختيار الخشخاش تاعكم يكونوا كبار ولا صغار كيما تحبوا البنات. دونك راح نحاول دونك نكوار كاع لاباط تاعي تاع الخشخاش وراح نديرها فرينه باش ما تطلع لا باش ما راحش يكون لا هذيك تاع طبقه
القاسحه من الفوق. هوب حنا بالقبليه نقولوا لا اتيالي او غرار. دونك بوغ ايفيتي هذيك الطبقه تاع الفوق البنات راح ندير كميه مليحه من الفرينه. بسم الله. هوب دونك شاك حبه راح نديرها كميه من الفرينه. هوب كما تشوفوا. هوب هنايا هوب رمتهم مليح مليح عفوا في الفرينه. راح نغطيهم ونخليهم جو في ليسي لا بات سوبوزي او مينيموم 30 مينوت. شاك قدام تخليو لا كات لا بات تاعكم عفوا تستعفى دونك تعطي نتيجه احسن. دونك مينيموم دونك ديروا تخليوها دونك 30 مينوت بصح تقدروا تخليوها بلوس بوغ افوار نتيجه احسن ان شاء الله. دونك البنات هنايا راح نخبي لا بات تاعي ونخليكم البنات نعاود نتلاقاو باش نطيبو نكملوا المراحل تاع الخشخاش تاعنا باش نطيبوه انصومبل باش نشوفو كيفاه دونك نديرو الخشخاش وكيفاه نطيبو بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. دونك البنات نتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله من هذه الكيفيه كيفيه الخشخاش البنات. اتو تالور ان شاء الله.